كان عنده تصريح ويقدم قانون يسمح لغير المسلم بالحصول على الجنسية الكويتية إن شاء الله. اليوم تقدمت باقتراح بقانون بإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وهو أن يكون مسلماً بالميلاد أصلاً أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك 5 سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية. طبعاً هذا البند وهذا الشرط الخامس أعتقد بأن يعني يتعارض مع المفهوم القانوني للجنسية. تقريرنا الأخير، الضباط الكويتيين خريجي